قال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لحظة سيدي أبو مجدي، ما هي اللينة؟ نخلة يا عزيزي. الله، لماذا الله شبه يعني شبه الدنيا باللينة ولا بالنخلة ولا النخلة؟ لا يعني العمل الصالح، الفسيلة لما تضع أيوة فهو بيقول لهم ما قطعتم. لحظة، من صغيرة من نخلة صغيرة أو تركتموها قائمة على أصولها أو الشربة فبإذن الله يعني أنتوا عندك فول. لحظة أبو مجدي، صوت في فساد في فول. ليه؟ لأنهم نسبوا ليه، يقولوا إزاي زي الرجل لما قال على سيدنا موسى: لحظة، تريد بالله أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم حاصر بني النضير وأخرجهم حمكم الله وقطع عليهم النخل، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم بالقتل في الدنيا وبالحرق في الآخرة، وهم اللي نزل فيهم قول